Ouch! What was your mistake? You didn't launder your money. عندما يدر الإجرام ملايين وربما مليارات الدولارات يواجه المجرم مشكلة كبيرة جدا. And the problem with having all that money is sooner or later you're going to have to explain where it came from. هل تثير فضولك طريقة إخفاء وتبرير وجود كل تلك الأموال؟ يجري هذا عبر عملية شهيرة غسل الأموال. سنأخذك في رحلة مع هذه الأموال القذرة عبر محطات الغسل الثلاث. Walk you through the process. أولاً الإيداع. توضع الأموال غير المشروعة في النظام المالي كإيداعها مجزأة في البنوك والمؤسسات المالية أو تهريبها عبر الحدود لشراء بضائع ثمينة. ثانياً التمويه، ويعني تكرار عملية فصل الأرباح غير الشرعية عن مصادرها الإجرامية، وتكون مثلاً بإعادة بيع البضائع الثمينة التي جرى شراؤها سابقاً أو إخفائها بالقمار والمراهنات. وأخيراً الدمج، أي إعطاء شرعية ظاهرية لتلك النقود، إما بإعادة استثمارها في أنشطة مشروعة مع تزوير فواتير المبيعات لتضخيم حجم الأرباح، وإما بإنشاء جمعيات خيرية تجمع تبرعات وهمية. Thank you.